بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين الكرام، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. نحن اليوم في ضيافة العقول، العقول المنفتحة النافعة المسترشدة المستهدية التي تنفع أصحابها وترفع من شأنهم في صور ذات دلالة. أتمنى أن تكونوا معنا. الطائرة تحلق ولا تهبط إلا إذا تبددت الغيوم. الطائرة تحلق ولا تهبط إلا إذا تبددت الغيوم. أعزائنا المشاهدين الكرام، لعلكم كنتم في رحلة جوية، وقبل أن تهبطوا إلى الأرض وتنزلوا إلى المكان الذي تريدون النزول فيه، قد تفاجأوا بأن قائد الطائرة يرفض النزول، يظل يدور في السماء. تجد الإجابة واضحة، إن قائد الطائرة يقول: لا أستطيع الهبوط إلا إذا تبددت الغيوم. هذه الصورة خذ منها هذا المعنى الجميل. عقولنا طائرات تحلق في السماء، تحلق في الفضاء الرحب، لكنها ترفض الهبوط إلا إذا كانت رؤيتنا وأهدافنا واضحة في مجالنا التعليمي. سنستطيع أن نحصل على ما نريد ونحقق أعلى الدرجات ونقيم أشياء كثيرة، لأننا نعرف ماذا نريد. فالذي يعرف أين يريد يستطيع أن يصل، لكن الذي لا يعرف أين يريد كل الطرق توصله. إذن إخواني الكرام، نحن نريد أولاً أن نبدد الغيوم. إذا تكلمت أوضح كلامك، إذا تحدثت للناس أوضح رؤيتك، بيّن فكرتك بجلاء، فستجد أن العقول تتفاعل معك، تستجيب لك، تهبط في المكان الذي تريد. لكنك إذا لم توضح ماذا تريد، لم توضح فكرتك، لم توضح المراد من كلامك، لا تلم العقول إذا لم تهبط في المكان الذي تريد. ليس العيب فيها، بل العيب في الغيوم المتراكمة التي حجبت الرؤية. ثم احرص على أن تنزل عقلك في المكان السليم، في المكان المبارك، في المكان الموفق، لأنك إذا أنزلته في المكان الصحيح، المكان الذي تراه واضحا جليا، لا شك أنك ستحصل على أعلى درجات السلامة. لكنك إذا غامرت وخاطرت وأنزلت عقلك في المكان الغير واضح الغير متبين، قد تصاب بنكسات ونكبات، أسأل الله أن يعافيني وإياك منها. ختاما أخي الكريم، دينك هو الأرض الصلبة التي تقيك المخاطر. فهل الغيوم قد تبددت؟ هل استطعت بالفعل أن تنزل عقلك في المكان الصحيح؟ هل عرفت الله حق المعرفة؟ هل استعملت عقلك في معرفة الله؟ هل عرفت نبيك؟ هل عرفت قرآنك؟ هل استطعت أن تنطلق انطلاقة كبرى؟ إن هذا الأمر كله يرجع إلى أمرين، يرجع إلى رؤيتك الواضحة وتبدد الغيوم، ثم إلى إنزالك لعقلك في المكان الصحيح حتى تنتفع به وتحصل على أعلى درجات السلامة. وأعلى درجات السلامة أن يدخلك الله الجنة وأن ينجيك من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أوصلني الله وإياك إلى الجنة. مظلات الطيارين لا تنفعهم إلا إذا فتحوها. مظلات الطيارين لا تنفعهم إلا إذا فتحوها. أعزائنا المشاهدين الكرام، هذه الصورة التي لعلنا رأيناها ورأينا الإنسان الذي يقفز من على مسافات شاهقة،
ويقسم فوق الطائرة أو غير ذلك، يضع مظلة على ظهره، لكن هذه المظلة تبقى عبء وحمل ثقيل لا يغني ولا ينفع صاحبه شيئا. إنها لا تنفع صاحبها إلا إذا فتحت، فإذا ما فتحت أخذت الهواء وحملت صاحبها وأنزلته إلى موطن السلامة. عقولنا كذلك، ستبقى حملا على ظهورنا، لن ننتفع بها شيئا إلا في حالة واحدة لعلكم أدركتم متى. إذا فتحنا هذه العقول، إذا استطعنا أن نأخذ ما لدى الغير، إذا استطعنا أن ننظر الحقائق، إذا استطعنا أن نناقش الآراء، الله عز وجل ذم الكافرين ذما شديدا وبين أن السبب ضياعهم، سبب دخولهم النار، سبب هلاكهم أنهم قلدوا آباءهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا التقليد الأعمى جعلهم يحجرون واسعا، جعلهم لا يتعاملون مع الحقائق، جعلهم لا يدركون الأشياء، وقد وصل بهم الأمر أن يذموا أنفسهم يوم القيامة ويبينوا أن سبب دخولهم النار أنهم لم يستخدموا عقولهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. امرأة زارت امرأة أخرى لتتعلم منها مهارات الطباخة، وجدتها تطبخ السمك، فقبل أن تطبخ السمك تقوم بقطع السمكة من رأسها ثم تقطعها من ذيلها، فقامت بسؤالها لماذا تقطعين السمكة من رأسها ومن ذيلها؟ قالت لا أدري، جدتي علمتني هكذا، أو كنت أنظر إلى جدتي هكذا. رفعت السماعة وقامت بالاتصال لجدتها مباشرة، جدتي لماذا تقطعين السمكة من رأسها ومن ذيلها؟ قالت لأن مقلاتي كانت صغيرة، فكنت آخذ السمكة ولا أستطيع أن أضعها بكاملها في مقلاتي فأقطع رأسها وذيلها. يا الله، كم من العادات، كم من الاعتقادات، بل كم من الأشياء التي يظنها الناس حقائق ويتناقلونها جيلا عن جيل، وهي ليست إلا أوهام أو خرافات أو أحاديث أو رؤى أو تصورات ينقلها الناس. نحن بحاجة إلى أن نفتح عقولنا، إلى أن نناقش أكثر الأشياء، بل كل الأشياء التي نأخذها، إلى أن ننظر هل هذه الأشياء صادقة أم لا، حقيقية أم غير حقيقية، ما هي أسبابها، كيف وردت، من أين أتت. كلما كنا مستخدمين لعقولنا أكثر، كلما انتفعنا بها، وكلما أغلقناها وأبعدناها عن مناقشة الأمور وعن الأمر الذي يجب أن تكون فيه، كلما كنا عرضة للخطر ونهبا للأوهام. الصندوق الذي امتلأ بالجواهر لا مكان فيه للحصى. الصندوق الذي امتلأ بالجواهر لا مكان فيه للحصى. أعزائنا المشاهدين الكرام، صندوقك الرائع بماذا يمتلأ؟ ماذا وضعت فيه؟ أوضعت فيه ذهبا وجوهرا نفيسا؟ لا شك أنك إذا وضعت الأشياء الكريمة النفيسة الطيبة الرائعة وملأت صندوقك بها، لن يكون هناك مكان للأشياء التي لا قيمة لها، لا معنى لها. لكن إذا كان الصندوق فارغ فهو يتسع بأشياء أخرى، حتى ولو كانت هذه الأشياء تافهة، حتى ولو كانت هذه الأشياء لا قيمة لها، ليس لشيء إلا لأن هذا الصندوق فارغ، ليس في داخله شيء. عش معي هذا المعنى الجميل،
عقلك هو صندوقك، فبماذا ملأته؟ لا شك أخي الكريم أنك قد ملأته بالجواهر والدرر، لا شك أنك قد ملأته بكتاب الله، لا شك أنك ملأته بمعرفة الله، لا شك أنك ملأته بالثقافة النافعة، لا شك أنك ملأته بالعلم المفيد. أنت مطلع دائما، أنت تقرأ باستمرار، أنت تعرف الحقائق من مصادرها. ستكون النتيجة حتما إذا جاءتك أوهام أو جاءت شائعات لا يمكن أبدا أن تجد لها موطنا في رأسك، لا يمكن أبدا أن تسيطر عليك. لماذا؟ لأن الصندوق الذي امتلأ بالجواهر لا مكان فيه للحصى. إن الإشاعات الفارغة والأوهام والخرافات لا تستقر إلا في العقول الفارغة الخاوية التي لا تحمل شيئا. مر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يرى عمر بن الخطاب بيده كتاب، فقال له: ماذا تفعل يا عمر؟ فقال عمر: يا رسول الله، أقرأ في توراة موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب معاتبا له؟ أتبحثون عن الحقيقة في غير موردها؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. كثير من شبابنا من شاباتنا يبحثون عند الآخر عن بغيتهم، فإذا وجدوا شخصية رائعة أو وجدوا مثلا أو وجدوا كلمة ينبهروا بها، يتحدثوا عنها بإعجاب. ولو بحثوا في تراثهم، ولو فتشوا عن ثقافتهم، لوجدوا هناك أمثلة أروع وأقوالا وحكما أتم. كثير من الذين يريدون أن يظهروا أمام الناس وأن يقدرهم الناس ويقولوا عنهم أنهم مثقفون يبحثوا عن ثقافتهم عند الآخر، يبحثوا عن بغيتهم في المكان غير الصحيح. فأقول أيها الإخوة الكرام، إن كتاب الله هو أغنى غناء واهبا متفضلا، كتاب الله هو القول الفصل الذي لا يزيغ ولا يضل، لأنه تنزيل من كتاب عزيز. كونوا كالجن الذين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أخيرا، اقرأ، تثقف، طالع، ابحث عن الموارد النافعة التي تملأ بها صندوقك، ابحث عن الجواهر والدرر، وكن على يقين أنك إذا ملأت ذهنك وعقلك بالثقافة النافعة وبالفكر النظيف الصافي لن يكون فيه مكانا للأوهام والخرافات. وختاما، عقول متفتحة ورؤية واضحة وأهداف ثابتة وثقافة صحيحة نافعة توصلكم بإذن الله إلى ما تحبون وما تتمنون. هذا ما أتمناه لكم، وأرجو أن تكونوا قد أخذتموه من الصور الرائعة في هذه الليلة. لم يبق لي إلا أن أقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنيني للسلوى، حنيني لمنها، حنيني لممشاها بصحبة أحمد، حنيني لها تجري بها أنهر الخمر، وما طلعة البدر برؤية أحمد.